ودلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، واللي منها انتهاء التقديم لوحدات سكن مصر للعاملين بالعاصمه الاداريه الجديده، ووزاره التموين هتستكمل صرف مقررات مايو للمنافذ، ده غير ان النهارده في ماتشات مهمه في الدوري المصري والدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، صندوق الإسكان الاجتماعي هينتهي من التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية. النهاردة كمان مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس هيمد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، وده بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أيضاً النهاردة هتستكمل وزارة التموين صرف سلع مقررات مايو للمنافذ التموينية من خلال 1500 مخزن جملة لشركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، استعداداً لصرفها للمواطنين من مستفيدي البطاقات التموينية اعتباراً من أول مايو المقبل. عشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، وهتكون الساعة 9:15. وفي الدوري المصري هيلتقي فريق الزمالك والمصري البورسعيدي الساعة 9:30.